هل عاملت من يغضب لاتفه سبب ومن يتكاسل حتى تفوته الفرصه ومن يستعجل حتى يقع في الخطا لا تتعجب فانها طباع البشر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض جاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك الحزن اي الغليظ الطبع ومن نعم الله العظيمه على المسلم ان يطبعه على الاخلاق الكريمه كالحياء والكرم والشجاعه والسماحه اذ يستعملها بسهوله ويسر دون تكلف او معاناه وليس من السهل تغيير الطباع كتحويل الجبن الى شجاعه او البخل الى كرم او العنف الى رفق ولكن التغيير ممكن اذا استعنا بالله واخذنا بالاسباب ومنها التحلي بالصبر والمثابره فتغيير الطباع يحتاج الى مجاهده طويله قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله والذي يتطبع بالطباع الحسنه يثاب على مجاهدته لنفسه على حسن الخلق ويحتاج ذو الطباع السيئه ان يعاقب نفسه احيانا حتى يقلع عنها قال ابن وهب جعلت على نفسي كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما فهان علي فجعلت على نفسي كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم فثقل علي فتركت الغيبه ومما يعين على تغيير الطباع التامل فيما يترتب على الطباع الحسنه من خير وحسن عاقبه وما يترتب على الطباع السيئه من شر وسوء عاقبه ومن اراد تغيير طباعه السيئه فليجالس اهل الطباع الحسنه فان الاخلاق تعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل